دي سوسة معنا مباشرة في التليفون. سي مراد مرحبا. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير كافة المستمعين، وصباح الخير كافة الزمالك الرياضية لفريق الترجي الرياضي التونسي. ترجي كهو والاخرين لا، الرياضي التونسي وكافة اللي معنا بما عبر عنه تدوينة، اللي ما عمرها ما كانت تدوينة، هي عنوان لصور. كنت ما احنا ما نعملوش تدوينات في البلدية، رانا احنا عنوان لصور هبطناها، عنوان عادي في منأى من كل تجربات البلدية. كلمة ضيف كلمة ميش خائبة، كلمة ضيف الناس كل ضيوف عند الفرق اللي تستقبل، كلمة عادية. نحترمه الترجي الرياضي التونسي ونحترمه كافة الفرق التونسية، ولو كان أساءت ولا رواها أساءت، ما أساءت لحد حد، وإحنا ما نقصده حتى شيء، نعتذره وانت وبس، مش حاجة أخرى. إيه إذا أنت طوع اعتذرتك، اعتذرت معناه فما اعتراف إن التدوين معناها. لا 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 لا، لو كانوا جزيت اعتذرت لك مش نعتذر، أنا فسخت على كلمة، ما إحنا ما فسختناش كلمة، هذا كلمة عادية، عنوان لصور بقطع النظر على أي فريق وصفحة رسمية لبلدية سوسة، صفحة تخص الأحداث اللي في بلدية سوسة، بتخص الأنشطة الرياضية اللي حدث عدى كما هكا ولا حاجة عادية، معناها مرة عايشري أخرجت من سياقها الكريمة. ما تشوفش علاش ما تمش تسمية الترجي الرياضي التونسي؟ علاش حضرت الفريق الضيف؟ ولا العنوان عادة العنوان يبدأ مقتضب، العنوان يبدأ مقتضب، يبدأ باش تعمل حاجة أكثر من كيكة، معناها باش تكتب فقرة ولا حاجة تحط فيها كل شيء، معناها العنوان مقتضب. ما كنتوش نجمو تعمل القارئ يقرأ العنوان وبسيط، ما نحاولوش نخرجوها بسؤالات، معناها تهز بس تسنج الامور. الناس كل مرحبا بيهم، فريق الترجي التونسي حتى حد ما ينكر انا البالماريس اللي عنده، دونك ما نخرجوش من السياق. البلديه في منأى من كل تجاذبات، وكان خلقت عباد وكل شيء، احنا مستعدين باش نفسخوها، كان باش تاخذ منحى اخر مستعدين باش نفسخوها، راه ما فيها حتى شيء، ما فيها حتى شيء، وفما حاجات اهم من هذايا. انت قلت لي تلوجوا على الاقتضاب، علاش ما شفناش مثلا في الاقتضاب الفريق المحلي والفريق الضيف مثلا؟ علاش سميتوا النجم والترجي؟ نحب نذكرك قبل كنا كانوا عندنا تابلوات، كان ديما تدخل تابلو نتاع جمعيه محليه تقرا الفريق المحلي، اسم الفريق الفلاني ومكتوبه لوكو ولا فيزيتور ولا لي فيزيتور. زاد كان فما مشكله وقتها، ايه وقتها ستوندار ما تبدلش وقتها، ايه حتى امور عاديه، ماني من الناس القدم هذاك، علاش معناها حسب رايك ما فيهاش حتى استفزاز؟ انتم مؤسسه تمثل الدوله في بلديه سوسه محايدين، في منع من كل شيء، ما نوصلوش باش نهبطوا للمستوى هذا، ما عندنا حتى مقصد وحتى حتى شيء اخر بهذا. الترجي الرياضي التونسي مرحبا به، حقيقه قبل ثلاث ايام انعقدت في الولايه جلسه معناها تحضيريه، حضر ممثلين الترجي وجو معناها باهي بين الاطراف الكل، بين الاطراف الاداريه والسيد الوالي والحضور، وبين ممثلين فريق الترجي الرياضي التونسي، فما حتى شيء، علاش نسنجوا في الامور؟ فما حاجات اهم من هكا في تونس. احنا ما نحبوش اكثر واحد، علاش البوليميك في كلمه، فما كلمه ما فيها حتى شيء، كلمه ضيف كانت تضربها على جوجل وتسمع وتشوفها شنو هي كلمه ضيف، تقرا برشا حاجات، ضيف راح ضيف. انت قلت ما فماش استنقاص معناتها من حتى فريق، ما نحبوش ندخلوا في النوايا، معناها اكيد سمعنا. ما ندخلوش في النوايا، علاش النوايا دي ما نمشيو بالنوايا؟ هذا اللي قلته لك. المبدا هو حسن النيه في كل شيء، راه المبدا احنا ما فماش مبدا حسن النيه في كل شيء، ما نلزموش احنا نتعايشوا مع بعضنا، راه بالاسلوب هذا وبالطريقه هذه. سامحني اخرجت من سياقها، احنا الكلمة كلمة عادية ياسر، حتى المواخذة فيها حتى مواخذة، حتى مواخذة. احمد الصاحي تشوف معناها فيها عادي، حتى عاديين فيهاش استفزاز شوية، الكلمة عادية. والله هو اسلام، علاش الكلمة معناتها خذات بعد اخر؟ لان الامر يتعلق بفريق الترجي الرياضي التونسي، واعتبارا للريفاليتي بين الترجي والنجم. لو كان الامر تعلق باي فريق اخر ضيف النجم الساحلي في نهاية الاسبوع لتعديت الحكاية معناتها اين ابيرسيو، لكن زاد التدوينة او الشيء الذي ارادت معناتها بلدية سوسة ابرازه، اللي هو معناتها النظام حملة نظافة في محيط الملعب، حاجة ممتازة جدا. لكن ربما كي تعلق الامر بالترجي الرياضي التونسي تحس ما بين الخفايا متاع كلمة ضيف نوع من اخويا ما نسميكش انت ترجي الرياضي التونسي، ما نسميكش.
فما حتى تأويل آخر. أما هذه بلدية أنا هم مع تتمثل الدولة في ولاية سوسة. يقول لك زاد اللي كتب. شو فما تأويل آخر زاد يقول لك اللي كتب العنوان هذاك ينجم يكون ما يعرفش شكون الفريق اللي باش يلعب ضد الإطوال. المهم يبرز معناتها العمل اللي قامت به بلدية سوسة استعدادا للمباراة. لكن لو كان الأمر مقصود هنا تكون مشكل. والله حبيت السيد الكاتب العام يقول لي اللي كتب ما يفهمش في الكورة لو ما يتابعش. هي المسألة يعني تحتمل عديد التأويلات. منها التأويلات اللي كنت نحكي لك فيها لأن الأمر تعلق بالترجي. أما الكاتب العام قال لك مقصودة معناه مش ما فيها حد شيء معناه. هي كلمة ضيف زادة ما فيهاش حاجة عيب معناه. قلت ما فيها حد شيء معناه. قلت عادية الكلمة. واللي كتبها كتبها انسان ما يعرفش الطفله دي زاده كتبتها لي هي بالصفحه ما بعثوا لها صور ومعطيها اشاره وكا وكتبت عاديه ممكن ما تعرفش تكون المقابله بين شكون وشكون ثم حتى اشكال. قلت لك رنا في منأى من كل تزايدات هكا عطيته تمرين انا باش يخرج من الموضوع. الحاجه الجايه اللي حاب نقولها اللي وصلت معنا البلديه معنا دارت الصوره اللي البلديه تخدم في خدمتها من ناحيه النظافه لا من ناحيه هذه يعطيكم الصحه ربي يعيننا الحجم العمل الكبير ياسر وسهلا ربي يعيننا ومرحبا بالناس الكل ومرحبا الترجي الرياضي التونسي وكافه الفرق التونسيه كلها تحمل شعار تونس وكلها تهز شعار تونس في المحافل الدوليه والمحافل المحليه دونك معنا حتى اشكال ومرحبا بالناس الكل مرة أخرى. ممتاز مختار تفضل. والله أنا قبل كل شيء شم في ريحة اللقام وراها الحكاية هذية أنا نفس اللقام باعتبار ما عادش بلدية لو مكرم اللقام يعني لكن ما زال فادلك لي صاحبي مكرم وفادلك أنا حاجتين حاب نشوفهم توراف الصور والله نقعد بيت معناها مع احترامي لجميع البلديات معناها تراكتور راكب وشوفور نهبطوا عليه تصور هنا قاعدين نظفوا قدام ملعب سوسة معنا هذه من الحاجات الأساسية اللي تعمل من البلدية معنا متسحق الصور هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية البنية اللي تكتب ملمورة عندها شكون يراقب فيها نورمال مو ما تهبطش ديريكت هي للعموم كتيبة هكا. أنا بالنسبة لي أنا كما كان يحكي أحمد لو كان جاء فريق آخر نعرفوا الحساسية ما بين النجم السياحلي والترجي لو كان بلدية تونس زادة هبطت وقالت فريق الضيف رئيس سوسة زادة كلها شعر فريق ضيف ونحن مش موجودين ونبدأ نحكيوا على الجهويات ونكرسوا الجهويات. أنا هنا شو نقول خويا أي عاون موجود بنات الريال تقول لي أنت ما تعرفش كرة فبنات تو مغرومة تو تلقاها نهار لاحظت في الستاد مغروم بالكرة فما حاجات خويا فما فريق مقابل أنا نرى كونه تفاديا هي أربع كلمات ترجي رياضي تونسي نادي يتكتبوا خويا رانا تو مانيش قاعدين نضيعوا في الوقت ونضيعوا في وقت السيد كابتن مع بلدية هو قال لي باش اختزال الفريق الضيف كلمتين والترجي الرياضي كلمتين زاد معناها لا لا الترجي الرياضي التونسي ايه مش مشكل ايه هو راهو يا مخ هو النية هي ابراز النشاط البلدي تيوين هو النشاط قطع النظر مع شكون النجم باش تلعب ما زاد انا راني جو ديفون با معناتها انا امقت معناتها انه مرفق عام يدخل حاجة في سيدة خلنا نعطيك حاجه اخرى بربي سامحني يا اخي ملعب سوسه حل الجمعه هذه تيما هو لعبت الاطوال فيها تقريبا اربع خمس ماتشات البلديه من حقها تبرز التراكتور الوحديه برزته كان في الماتش هذا من حق البلديه شلون ما نقول لك انا ماتش الترجي باش تنظف الملعب مو فما ماتشات قبل معناها تحس ماريناش هذول تدوينات في ماتشات قبل يا مخ النجم الرياضي السياحلي ولا البلديه اداره ولا مؤسسه باش تبرز لك النشاط انا الحقيقه نتاع ربي نحكي لك كوتي ماتش خويا اي تدوينه باش تمس من الماتش ولا باش توصل للحساسيات خويا انا ضد وديما نذكروا فما ماتش روتور بربي ما نقعدوش الوضعية هذه نحن تو حد الجامعة والرابطة وكذا ومشاكلها ما تزيدش تو بلدية تزيد باش تعاون تولي هاي سيدي عملت بوليميك في جميع الوحدات. ما انتاج انت انتقدت شوية الكلام تاع اسكندر القاصري البارح قبل المباراة كيفاش تقرا الكلام تاع البلدية تشوف تعتبر فما حسن نية ولا عادي معنا الكلام كما هكا؟ اسلام سي كي سور معناتها نعرفوا المقابلة هذه عندها أهمية كبيرة ديما تبدا كما نقولوا سخونة من أول الجمعة شفنا اليوم معناتها يعطيه الصحة وشكون طلع اليوم فسر لك وقال لك إن حاجة قلقت نعتذروا معناتها واللي هي كانت معناتها ما عندهاش قصد كبير كان نقرأ أنا كلمة صحيح نورمالمون ما تكتبش هكاكا مي تبقى ما ريتش فيها حتى حاجة خايبة كانت توصل معناتها كلمة فريق الضيف تأثر على المباراة
حاجة أخرى كيك ميت بقى إن شاء الله معاش تتكرر مهما كان ديما يقعد مباراة كرة القدم وديما نقعد وخيين توينسة في بعضنا باش تتعدى 90 دقيقة وتمشي على رواحة إن شاء الله البيه الفايدة في المباراة هذية تكون فيها أكثر روح رياضية خاطر نعرفوا كما قالك مختار فما مباراة روتور وكهو سليم كما قلت لك مباراة أنا راها بديت تشعل خارج الميدان كل واحد مهما كان زاد الناس كل زاد لامت على اسكندر القصري اليوم في تدوينه كيما هكا معناتها كيما نقولوا ما تجيش من البلدية سوسة ميت بقى ان شاء الله تتصلح الامور وديما قناتك ديما نوصي ونقول لك كونه اهم حاجه اليوم رانا توانسه في بعضنا ونخمو مصلحه تونس قبل كل شيء. واضح باه سي مراد نكمل معاك سمعت الكلام الكل نخليك في الاخر كانت تحب تضيف حاجه. ما حاضر ما نزيد حتى شيء جوست قلت لك نمشي على النوايا نتاع العباد نبدا هو حسن النية النية ما كانتش سيئة النية كانت هي إبراز عمل بلدي وبس وأنا في البلدية في منع من أي تجاذبات ونأكد لك اللي احنا نحترم الفرق التونسية الكل بقطع النظر على كل الفرق ترجي واحد كلهم نحترمهم فماش إمكانية تعدلوها مادام قلقت شوية العباد لا ما تعدل ايه سكتب فريق الضيف الترجي الرياضي التونسي زيد ربك زيد الله يبارك الله يبارك اسمعني وماتش لكليم تشي تكتبونا فريق الضيف زيد الله يبارك الله يبارك بس نبعدوا بس نبعدوا مدام زيد من عندكم انتم بس نبعدوا على كل شيء وبس تقرأوا بمدى حسن النية امس نبدلوها ام بدلوها طو طو موسي مراد بدلوها فريق الضيف لا ترجي الرياضي التونسي بارك الله فيك موسي مراد سيرتو توا ماك تعرف الاجواء سخونه في سوسه ما نحبوش هو صحيح ماتش كبير بس لا تخسر ربيعي تخسر ربيعي ممتاز جدا الاجواء احنا نفخروا بها ممتاز حتى ما نزيدوش معناتها نعملوا بريسيون اكثر نحبوا نراو ماتش كوره مزيان معناتها وكلنا توانسه نعاود نكرر لكم باش ياخذكم بخاطركم انتوما باش نرد على فريق الضيف ترجي الرياضي التونسي تو سي مراد تو سير يا اخو يا اخو تو في اخر لحظه نعطيو المعلومه تم التعديل نعبروا على حسن نيتنا على حسن نيتنا بطلب منكم راه شكرا خاطر احنا ما غلطناش خاطر احنا ما غلطناش وما فماش غلطه الناس كلها ضيوف كيما انت عندك ضيوف في البلاتو انا ضيف الزاده نتاعك الناس كلها رانا ضيوف لازم تعملوها معناتها عن اقتناع مش ماخذه بالخاطر لازم تكونوا مقتنعين بالتعديل ثلاث مرات قداش من مره نتكلم في التليفون ترجي الرياضي وزيد رجل رياضي ما عنديش حتى مشكل ما عنديش حتى مشكل ما عدتي بربي سي مراد ما خذيتش بخاطر مروان بركة الكل ليه الكل بخاطر ناخذ بخاطركم الكل على خاطر الأجواء سخونة في سوسة ومسخنها مروان في تونس العاصمة مرحبا بكم وكلوا سامحوني مرة أخرى بارك الله فيك والله يبارك والله يبارك تو على الصحة معناها كا يلزمنا نكرموه الضيف احنا نخدم بخاطره شكرا على رحابة صدرك سي مراد وبارك الله فيك على تفاعلك معنا